المشاهدون والمشاهدات الكريمات، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأسبوع في ساعة. اليوم أقدم الحلقة بديلا عن زميلي إدريس إدريس الذي سيكون معكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. ضيوف هذا المساء الدكتور جاسر الحربش، الطبيب والكاتب في مجلة اليمامة. مساكم الله بالخير وأسعد الله مساكم. أهلا وسهلا. كذلك ينضم معنا الدكتور سالم اليامي الباحث في العلاقات الدولية. أهلا وسهلا دكتور. مساء الخير. كذلك معنا أيضا الدكتور ماجد التركي رئيس المركز العربي للدراسات الروسية العربية. أهلا وسهلا. معنا أيضا الأستاذ خالد سليمان الكاتب في صحيفة الحياة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم. وإلى أولى مواضيع هذا اليوم، التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي قام بزيارة إلى المملكة. عقد خلالها جلسة مباحثات رسمية مع الملك سلمان شملت استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها وآفاق التعاون بين البلدين وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030. كما تطرق الطرفان إلى التعاون في مجالات السياحة وأمن الإمدادات والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وخلال الزيارة استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مدينة العلا رئيس الوزراء الياباني، حيث عقدا جلسة مباحثات ناقشا خلالها العلاقات الثنائية وسبل التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب استعراض الرؤى بشأن عدد من المسائل الإقليمية والدولية. دكتور جاسر، مقالك المقبل إن شاء الله تحت عنوان الحليف، من هو الحليف الأفضل للسعودية في مجلة اليمامة؟ في الواقع نشرته في مجلة اليمامة الخميس الماضي. ماذا تتوقع أن تضيف اليابان للرؤية السعودية؟ انطباعي هو أن العلاقات بين على 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 مستوى العالي بين اليابان والسعودية قديمة. زيارات لولاة الأمر في المملكة العربية السعودية ووزراء الداخلية وشخصيات كبيرة مسؤولة إلى اليابان تكررت منذ زمن بعيد. الملك فهد زار اليابان، لا أعرف إذا كان الملك عبد الله زار اليابان، لكن الملك سلمان حفظه الله أيضا زار اليابان، محمد بن سلمان زار اليابان. المعروف عن اليابان أن علاقاتها بالشرق الأوسط ليست وثيقة في النواحي الثقافية والسياسية، وإنما كانت تركز على التبادل التجاري والاقتصادي. الشيء الجديد في الموضوع هو الزيارة الآن، زيارة شينزو آبي، هي توثيق، إعادة توثيق للعلاقات القديمة المستمرة والمتطورة إلى الأعلى، مبنية على آخر زيارة لولي العهد إلى اليابان التي كان فيها اتفاقات متبادلة كثيرة جدا، بالذات في المجال التقني والذكاء الصناعي. الآن المنطقة تمر بأزمة، واليابان لم تكن تهتم كثيرا بالسياسة في الشرق الأوسط، ولأول مرة قبل حوالي 4 أسابيع أرسلت بارجة إلى الخليج لحماية مصالحها، لأنها ترى أن المنطقة أصبحت تشكل خطر على الاقتصاد العالمي والاستقرار العالمي. واليابان الرئيس الياباني زار إيران مرتين لمحاولة تهدئة في أزمة الخليج، لا أعرف النتائج لكن يبدو أنها لم تكن مؤثرة. نتائج ضربت البارجة اليابانية بعدها مباشرة، بعدها بأيام، بعد الزيارة، هذه لا أعرفها، قيل ذلك. أنا أعتقد أنها بارجة، سفينة يابانية اقتيدت إلى ميناء بندر عباس وأطلق سراحها في نفس اليوم، ولله الحمد أنها غلطات الإيرانيين أو حماقة الإيرانيين تتكرر. هذه الزيارة الجديد فيها هو الاهتمام السياسي الواضح من اليابان من مشكلة السياسية الإقليمية الاستراتيجية، والأجد من ذلك هو اهتمام اليابان لأول مرة بالسياحة والثقافة. علاقة اليابان ثقافيا وسياحيا في الشرق الأوسط ربما كانت إلى حد ما موجودة مع مصر، لأنها كانت مركز الثقل الثقافي والسياحي في الشرق الأوسط. لأول مرة يأتي رئيس وزراء ياباني، أظن لأول مرة يأتي إلى السعودية.
وإحدى المهمات الرئيسية هو فتح باب جديد للتبادل السياحي والثقافي بين اليابان والسعودية، وهذا أنا بالنسبة لي أهم من كل الأشياء الأخرى، لأنه ثقل اليابان في تهدئة المنطقة سياسيا ليس بذلك القوة بسبب يعني ابتعاد اليابان عن التأثير السياسي عموما، لا خلفية تاريخية، ولكن الثقل السياسي هو للروس وللأمريكان. ولكن أنا بالنسبة لي التواصل، فتح باب جديد واسع للتواصل الثقافي والسياحي مع اليابان مفيد جدا لنا ولليابان. جميل. الدكتور سالم، الدكتور جاسري، أعتقد أن التواصل الثقافي والسياحي مع اليابانيين ربما يكون هو ثيمة المستقبل بالنسبة لهذه العلاقة. ماذا عن التكنولوجيا؟ ماذا، هل يمكن أن ننقل التكنولوجيا اليابانية إلى أراضي المملكة؟ هل ممكن أن يكون هناك يعني تعاون في هذه المسألة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذ عبد الله وأحيي أساتذتنا الكرام والسادة والسيدات المشاهدين. يعني إذا يعني ناقشنا أو نظرنا بالتركيز إلى الجانب التكنولوجي، فاليابان تقليديا هو بلد مصدر للتكنولوجيا ومنجزات العصر الحديث من سيارات وآلات ويعني أجهزة اتصال وإلى ما لذلك. ويعني الخطة القادمة في المملكة العربية السعودية بناء على الرؤية في تقدير أنها ستستوعب كثير من الاحتياجات، خاصة ما يعني ينتجه اليابان من مواد تكنولوجية، من يعني سلع مادية هي تصب في خانة احتياجنا لها ضمن الرؤية. أنا ودي أعلق على جزئية صغيرة إذا سمحت لي وسمح لي الدكتور، وهي قضية العلاقات الثقافية. اليابان يعني كان شبه معزول كبلد يعني بثقافته ربما المتميزة ولغته ربما الخاصة، ولكن في السنوات الأخيرة أصبح هناك نوع من تصدير الثقافة أو نوع من التواصل الثقافي مع الأجزاء الأخرى. ونحن نعرف أن في المملكة ظهرت يعني رأي للتعلم أو الحث على تعلم اللغة الصينية بناء على معطيات معينة سعودية صينية تتعلق بتطور العلاقات. العلاقات اليابانية السعودية أيضا يعني لاحظت جزء معين منها هو تطوير هذه العلاقات، هي قديمة، هي موجودة في الواقع، هي يعني تمثل كم كبير من ملايين الريالات في التبادل التجاري بين البلدين واحتياجات اليابان طبعا للنفط، إلا أن هذا المعطى معطى جديد. يعني نقطة أحب أعلق عليها بعد إذنك وبعد إذن الأخوان، يعني هي ظهور رئيس الوزراء الياباني باللبس الشعبي بين قوسين الفروة يعني في المملكة. هذا ربما البعد يعطينا شيء مما يسمى في الغرب بدبلوماسية البيجامة، بمعنى عندما يكون الاتصال الدبلوماسي مباشر وتتخلص كل الأطراف من البروتوكولات التقليدية في الاستقبال والتوديع وطريقة الجلوس وطريقة تبادل الكلمات، فيصبح ما يسميه الغرب دبلوماسية البيجامة، بمعنى التخفف من كل المسؤوليات والولوج مباشرة إلى المواضيع المهمة. وأنا أعتقد أن يعني سمو ولي العهد مع المسؤولين اليابانيين يعني ولجوا إلى ذلك، ويمكننا يعني تسمية دبلوماسية الفروة. لماذا لا؟ يعني هم جلسوا وتحدثوا، ومن المحتمل أنهم تحدثوا في أشياء مهمة تخص البلدين، تخص العلاقة بين البلدين. جميل. الدكتور ماجد، رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قال في تلك الليلة أنها ليلة لا يمكن أن تنسى، تحدث عن لقاء بالأمير محمد بن سلمان في العلا وقال أنها ليلة لا يمكن أن تنسى. كيف تقرأ هذه الجملة؟ هذه قالها في تغريدة له بعد لقاء بسمو الأمير محمد. حقيقة شوف، أنا يمكن لي وجهة نظر يعني تمهيدية تكشف رأيي في 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 ما يتصل بهذه التغريدة. طبعا اليابانيين في تقديري كنظام وكشعب ثقيل جدا، هو خرج من مأساة وكون له مكون خاص وصنع له واجهة. تعامل العالم مع اليابان هو تعامل تجاري تقني، وأصبحت ماركة حينما تقول صناعة يابانية. وهذا دخل فيه يعني بالإضافة للعنصر النفسي ما بعد المصائب الحرب العالمية والقنبلة إلى آخره، دخل فيه الجانب الذاتي فيما يتصل بالفلسفة اليابانية. وقل اليابانيين ثقيلين في اتجاههم التجاري. لو رجعنا إلى التاريخ الطويل فيما بيننا وبينهم في المجال التجاري، والمملكة تعتبر من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط على الأقل فيما يتصل بالصناعات التقليدية اليابانية في السيارات وغيرها، إلى الآن لم يوافقوا ولم يمنحوا المملكة فرصة أن يكون هناك نقل التقنية أو التجميع على الأقل
سيارات تويوتا وسيارات نيسان وإلى آخره. فالحركة اليابانية الثقيلة براغماتية لأنهم ينشدون مصلحتهم بالدرجة الأساسية ويستحضرونها بقوة استنادا على المأساة التي عاشوها في البدايات. لذلك الواجهة فيما يتصل في تقديري في العلاقات مع اليابان هي واجهة تجارية صرفة. اليابان يتحرك بتحركات محسوبة. الجانب السياسي والجانب الأمني هم تابعين لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية كحليف وشريك مع الأمريكان. فما نحن لسنا في حاجة أن نرهق أنفسنا في المسار السياسي أو العسكري أو الأمني مع اليابانيين. ماشيين بالتوازن. نعم أحسنت. أنا في تصوري أن الزيارة فيها محور رئيسي يخص اليابانيين وفيها تفاصيل تهمنا. المحور الرئيسي اللي يخص اليابانيين هو قضية إمدادات النفط والسيناريو اللي طرحه الأمريكان بأن تعال تدفعوا مقابل أن أؤمن لكم الأمر. أصبح القضية لا ما احنا محتاجين ندفع لكم. فإحنا بالذات بعد حادثة اللي تكلمت عنها الناقلة التي تم احتجازها في بندر عباس. القضية الأساسية لليابانيين هو لأن اليابانيين معتمدين بالدرجة الأساسية على الطاقة من أجل الصناعات والصناعات التحويلية الضخمة التي في اليابان. فهم الآن كتكلفة وكضمان وكحضور في المنطقة من خلال حماية أمن الإمدادات. الملفات اللي تهمنا الفرعية والمتحدث عنها الزميل المستشار سالم فيما يتصل باستفادة المملكة من هالجانب. إيه. طيب معلش خليني أرجع لك بس. هل سقط مسألة إنه أمريكا كانت تدعو إلى حلف يكون يحمي السفن في الخليج العربي؟ هل انتهى؟ طبعا لان الطلب غير منطقي لانك تطلب ان ياتي الفرقاء المتشاكسون المتخاصمون في تحالفاتهم وفي مصالحهم في 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 بوتقه واحده. وهذا كان حقيقه صعب جدا لانك تتعامل مع طرف مناكف اللي هو الايرانيين والايرانيين يعملون خارج السيطره. أشار الأستاذ سالم إلى قضية يتصل بالمملكة واتصل بقضية أظن زيارة الياباني إلى إيران. طبعا زيارة إيران هو وللأسف اليابانيين والصينيين برغماتيين بدرجة أساسية وعندهم الآن مشروع إلى التوافق مع الإيرانيين فيما يتصل بإمدادات النفط والغاز الإيراني واستهلاكه حقيقة إلى مناطقهم. وهذا جزء من الاستراتيجية والتي تشتغل عليه إيران الآن في قضية حلحلة مشاكلها السياسية. أنا يهمني خلينا نرجع للمملكة وهي التي تهمني حقيقة في هذه الزاوية. المملكة تحاول أن تستثمر الحاجة اليابانية للحضور للمنطقة في أنها تمرر مجموعة من الملفات التي تعنينا في المملكة سواء فيما يتصل بنقل التقنية والتوطين توطين الصناعات ولو بنسب. احنا لا نطمح او لا نجبر نلزم العالم بان نوطن الصناعات بنسبه 100% ولكن على الاقل بنسب متدرجه تصل الى 50% بما يحقق رؤيتنا الى 2025 كجزء من المحتوى المحلي. نعم وهذا جزء من الاهتمام. انا اتصور طبعا موضوع الثقافه والسياحه انا ما يعول عليه كثير جدا لان حاجز اللغه حاجز كبير جدا حقيقة. واليابانيين تقليديين حتى في استخدام لغتهم فيما يتصل باللغات العالمية. فلذلك قد لا يعول على هذا الأمر كثير إلا في الجانب التقني في صناعة أدوات الترفيه لأن هم دخلوا في هذه المرحلة كمشاريع تجارية يابانية في الصناعة. والصناعة اليابانية تعتبر حقيقة بالنسبة لنا يعني مصدر ثقة. هذه حقيقة القراءة البانورامية اللي ممكن أني حقيقة أقدمها من خلال أن اليابان برغماتية وواجهة اقتصادية لا أكثر. جميل. أستاذ خالد يعني أشار الدكتور ماجد إلى أنه ما كان في تعامل مع اليابانيين خلال الفترة الماضية. يعني إحنا ربما نفهم لماذا لم نتعامل مع الصينيين خلال 40 سنة الماضية. ربما نفهم لماذا لم نتعامل مع الروس أو السوفيت خلال 50 سنة الماضية لأسباب ربما تكون إيديولوجية أكثر منها يعني عملية. لماذا لم نتعامل مع اليابانيين خلال الأربعين سنة الماضية؟ أول شيء العلاقة السعودية اليابانية علاقة متجذرة. يعني هو بدأنا دبلوماسيا عام أعتقد 1955 ميلادية ولكن أول لقاء حصل أو أول اتصال سياسي حصل كان في زيارة مبعوث من الملك عبد العزيز إلى اليابان عام 1938 وفي العام الذي يليه جاء مندوب اليابان في مصر والتقى الملك عبد العزيز قبل العلاقات بين المملكتين. نعم في عام 56 طبعا وقعت المملكة أو منحت المملكة اليابان امتياز التنقيب على النفط ونشأت شركة الزيت العربية. هذا يدلك على أنه في علاقات قديمة الحقيقة مع اليابان ولكن دائما تكون العلاقات اليابانية مبنية على المصالح والتبادل التجاري. إحنا اليوم عندنا إلى العام الماضي حجم التبادل التجاري
كبير مع اليابان، ولكنه يتجاوز أعتقد 38 مليار، لكنه في الغالب هو صادرات سعودية لليابان، هي النفط، هي المعادن، البتروكيماويات، في مقابل استيراد التكنولوجيا والأجهزة. لا يوجد بيت سعودي اليوم ليس فيه بصمة اليابانية. لذلك اليابان الحقيقة هي اليابان جزء من ثقافة الاستهلاك في المجتمع السعودي، ونحن على علاقة مع اليابان تجاريا كشعب. سياسيا في أزمة الكويت عندما احتل العراق الكويت، كانت اليابان من أوائل الدول التي أوقفت استيراد النفط العراقي لتشكيل ضغط على الحكومة الصينية العراقية. اليوم أيضا نجد في أزمة ضرب المصالح الحار في منطقة الخليج، نجد أن اليابان أيضا حضور وموقف. لماذا علاقاتنا مع اليابان اختلفت عن الصين؟ تعرف أنت اليابان بعد الحرب العالمية الثانية انكفأت على نفسها، هي في السابق كانت مجتمع محافظ ومنغلق، أصبحت بعد الحرب العالمية الثانية أكثر انغلاقا وتحفظا. بدأت في هذا الانفتاح مؤخرا في السنوات الأخيرة، ولكن تجد أن علاقاتها بالمملكة العربية السعودية فيها لمسة خاصة. تجد أن هناك رغبة يابانية تقابلها رغبة سعودية في أن تكون هناك تميز في هذه العلاقات. سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أضاف لمسة شخصية على هذه العلاقة، أبرزتها بعض الملامح في زيارة رئيس الوزراء الياباني لمنطقة العلا، ارتداء للفروة السعودية. كل هذه الأشياء لا شك أنها تؤثر في طبيعة العلاقات الرسمية عندما تنعكس في علاقات أكثر حميمية وتفاهما على المستوى الشخصي. أنا أعتقد أن العلاقات السعودية اليابانية ستكون أقوى في المستقبل. اليابان لا يمكن أن تستغني عن أمريكا كحليف، لأنها الحقيقة التهديدات التي تواجهها في منطقتها من الصين أو من كوريا الشمالية تجعل أمريكا حليفا لا يمكن الاستغناء عنه، على الأقل في العقد القادم. لذلك علاقات السعودية اليابانية أنا أعتقد أنها ستشهد مزيد من التقارب في المستقبل، خصوصا أن المقومات المشتركة لمثل هذه العلاقة قائمة، تحالف الحليف الأكبر الواحد الولايات المتحدة، جميع هذه حقيقة ستعزز من هذه العلاقات. جميل جميل. عندك إضافة دكتور خالد؟ فاصل قصير ثم نعود لكم.